طيب بسم الله، نبلش بالفيديو اللي بعد السويتش، الجمل الشرطية الاخر السويتش. نبلش باللوبس. اللوبس اللي هم جمل الدوران. شو اللوب؟ اللوب اللي هي الحلقة، حلقة الدائرة اللي تلف بنفسها يعني. استعمالها بالبرمجية لحتى أنفذ الشغلة معينة أكثر من مرة، تمام؟ لحد معين من المرات أنا بحدد هذا الشيء، يعني كم مرة تلف العملية. مثلا بدي اطبع هلو 10 مرات، بقدر اطبعها بالطريقه هاي، بس الشغله هاي راح تغلبني كثير، تمام؟ بقدر اطبعها بطريقه اللوبس الدوران، جمل دوران، وهي طريقه اريح بكثير. يمكن انا مثلا مش عارف كم مره بدي اطبع هلو على الشاشه، يمكن المستخدم هو اللي بدي يحدد لي كم مره اطبع هلو على الشاشه. كمان بقدر استعمل السي اوتات، جمل السي اوت هي. فنستعمل جمل اللوب، نحدد شرط معين بحيث انه يلف عدد معين من المرات، ينفذ الجمل اللي داخل جمله اللوب بهذا العدد من المرات. طيب اتاكد من عامل شير بس، تمام. جمل الدوران انا عندي فيه ثلاث جمل، عندي ثلاث جمل اللي هم جمله الفور وجمله الوايل وجملة الدو واي. شو الفرق بيناتهم؟ جملة الفور وجملة الواي صراحة مش شايف أنا في فرق بيناتهم، سنتين بنفس يعني بنفس نفس العمل نفس العملية وشروط تأخذ الوضع طبيعي، يعني متشابهات جدا الواي والفور. طريقة تختلف إنه بكتابة، صيغة الكتابة للواي فور صيغة الكتابة للواي. الدو واي زيهم، تمام، تعمل جمل دوران زيهم، بس الفرق الوحيد بيناتهم انها بتنفذ اول مره من غير ما تتحقق من الشرط، فيرست تايم من غير شرط، تمام، اول مره بتنفذ الجمل اللي جواها بغض النظر شو الشرط، ما بتنتبه له. جمل الوايل والفور لا، بالاول بتاكد من الشرط بعدين بتبلش تنفيذ، تمام. نيو شير سكرين، اوكي نشوف نمشي فيهم هسه. عندي جملة الوايل، طيب كيف نستعمل جملة الوايل؟ جملة الوايل استعمالها زي هيك، وايل بنحط هون الشرط الكونديشن بدي اياه، بحط الجمل اللي بدي اياها هون ستيتمنتس اوكي، بحط الجمل اللي بدي اياها هون جملة الوايل، اوكي نشرحها بعدين ننتقل للثانيات شو الفرق بينها وبين الثانيات. طيب على سبيل المثال انا بدي اطبع قلنا هلو 10 مرات، اوكي؟ باجي بحكي له انتجر اكس تساوي 0 على سبيل المثال، واي الاكس اقل من 10، نفذ لي الشرط طالما الاكس اقل من 10 حقق الجمل اللي جوا، تمام؟ سي اوت هلو ان لاين. وبعديها هسه انا لو نفذت العمليه هاي راح يضل لي يلف للابد، تمام؟ ليش؟ لانه خلص الاكس ثابته انه الاكس يساوي صفر، فالاكس للابد راح يضلها صفر، والاكس اقل من 10 دائما، فراح يضل لي يلف لوب للابد، راح يعطيني غالبا ايرور لو انفذ، بس ايرور مش هون، ايرور باللائحه السوداء حيكون، تمام؟ شايفين كيف؟ ما بوقف، بضل يطبع حلو حلو حلو، هاي المؤشر بينزل 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 بيطبع حلو. ليش؟ لانه الاكس تساوي صفر ثابته، فانا بدي اغير قيمه الاكس، باجي بحكي له اكس تساوي x زائد 1، انا بدي ازيد على x قيمتها قيمه 1 كل لفه، مشان ما اوصل للفه العاشره، يعني ما اوصل لل x تساوي 10 اكون لفيت 10 لفات. فلما اجي اطبع له هسه اجي اعمل العمليه هاي بيطبع لي هلو 10 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بقدر اعدل على الشرط، اجي احكي له x تساوي 1، ولكن بشرط انه هاي تصير يا 11 يا هاي ظلها 10، ولكن احط اشاره مساواه قبلها. برضه نفس الشيء حيطبع لي ايش؟ 10 مرات هلا. هاي جمله الوايل، ناخذ منها امثله ونمشي فيها شوي شوي عشان توضح اكثر. طيب في البدايه قمت حلو، قلنا بالبدايه هون جمله الوايل بتحقق من الشرط بعديها ببلش تنفيذ. فبالبدايه بتحقق من الشرط، اذا كان جواب ترو بنفذ ينفذ ويدخل الستيتمنتس اللي جوا. ولما يوصل تذكره الجوس هاي بيرجع للشرط يتحقق منه مرة ثانية. لما يخلص الأقواس كلها تخلص الجمل الداخلية بيوصل للدوس تسكير تاعي في الواي بيتحقق من الشرط مرة أخرى.
اذا كان جواب ترو برجع بدخل نفس الشيء، ضل يدخل حتى يصير جواب فولس. لما يرجع هون بينفذ اخر عمليات بيجي بتحقق من الشرط الكونديشن بلاقيه فولس، بيطلع من جمله الواي كلها خلص. طيب ضل يعمل هيك حتى يكون حتى يلاقي جواب فولس. حكينا على سبيل المثال انت اكس او زيرو واي اكس اقل من 3 سي اوت هاي. اوكي انا شو اللي بصير عندي هون بهاي الحاله؟ انا حكيت الاكس تساوي زيرو صح؟ هاي زيرو. اوكي طالما الاكس اقل من 3 بيجي انا بتحقق من الشرط الاكس اقل من 3. نعم ندخل على جمله بننفذ الجواتها. اول شيء شو نعمل؟ نطبع هاي، بنعمل اكس بلس بلس بنزيد على الاكس بتصير هاي واحد. تمام هاي اشطبها زيرو بتصير واحد. خلصنا الجمل وصلنا هون، ارجع تحقق من الشرط مره ثانيه. الاكس اقل من 3 نعم ادخل سي اوت هاي بيطبع هاي بينزل اكس بلس بلس بينزل بيزيد هاي بتصير 2. بيرجع قلنا بتحقق من الشرط الاكس اقل من 3 نعم يدخل اطبع زيد 3. هل الثلاث اقل من 3؟ فولس. لهون بوقف خلص، بطبع 3 هايات وبوقف، فالناتج تبعها راح يكون 3 مرات هاي بغض النظر عن يبدا تشفير البرنامج يدخل لي مثل واي المره الاولى يقارن الشرط الزيرو اقل من 3 نعم، بعديها الواحد اقل من 3 نعم، بعديها 2 اقل من 3 نعم، بعديها 3 اقل من 3 لا بيطلع، فالاوتبوت 3 هاي. طيب لو كنت بدي اكتب برنامج يطبع الارقام محصوره بين 0 و100 فانا باجي بحكي له انتجر اكس تساوي 0 اكس اقل من او تساوي 100. تمام هيك بيطبع لي من الصفر لل 100. لو شلنا هاي راح يطبع 99 وخلص. يعني لو جيت انا حكيت له اقل من 100 فقط بيطبع لعند 99 وبيوقف. هيك بيطبع ال 100 وبيطلع بعد ما في شرط مسواه يعني. طيب اكزامبل 2 شوف احنا شوف شو بنفذ. عندي انتجر اكس يساوي 2. طبعا الطريقه هاي بحب استعملها انه احط المتغير عندي هون وشو نوعه. بس انا هسه بتعامل بانتجرات فبحطش النوع. لقدام راح تصير تتعاملوا بنفس البرنامج بانتجر وكاركتر ودبل وبوليان غالبا راح تعاملوا اكثر من نوع. راح يصير في فرق مثلا انه هل هو انتجر ستاتيك ولا هو ريليتد مع شيء ثاني ولا لا، ف بنحاول نحطهم على جنب عشان نميز. اكس اقل من 7 ترو ادخل نفذ اللي جوا. اكس تساوي تساوي 5 لا سي اوت ايكوال 5. هسه هاي قلنا تابعه لهي اول جمله مباشره تابعه لهي صح؟ اول جمله فقط تابعه لمين؟ لجمله اف لانه مش حاطين لها اقواس. ف الاكس تساوي 5 لا انزل سي اوت اكس بيطلع لي على الشاشه 2. اوكي اند لاين بينزل اكس بلس بلس هاي بتصير 3. 3 اقل من 7 نعم ادخل اكس تساوي 5 لا اطبع لي ايش؟ 3 هاي بعديها بزيد بتصير 4. فبينزل الاكس تساوي 5 لا بيطبع 4 هاي بيطبع يعني بعديها اكس بلس بلس 5. 5 اقل من 7 نعم ادخل اكس تساوي 5 نعم سي اوت 5 بيطبع لي 5. طبعا اذا كانت كابيتال انتبهوا انتم تكتبوها كابيتال، سمول سمول يم حرفيا الكتابه حتكون لازم 5 اكس اطبع الاكس كمان حيطبع لي 5. تمام نفذ لي هاي وهاي هالمره 5 5 العادي تقريبا. اكس بلس بلس 6 6 اقل من 7 نعم ادخل 6 لا تساوي 5 اطبع لي هاي تحت فبيعمل بيطبع 6 بصير 7. 7 مش اقل من 7 فبيطلع من جمله الواي. فزي ما قلنا هي الناتج على الشاشه 2 3 4 5 5 2 3 4 ايكوال 5 عفوا مش منتبه لكلمه ايكوال كنت قاعد بقولكم بالدقه. اوكي ايكوال 5 ويند لاين بيطبع 5 لازم هسه في تكمله تحت هي 5 6 وبيطلع وبيطلع من البرمجيه. انوتيت كلير اول دروينج. اوكي طيب اكزامبل وذ نوت فيري امبورتنت نشوف شو بيحكي لي البرمجيه هاي. سي اوت اكس تساوي 7 هي 7 اكس قيمتها. اوكي بلش قيمه اكس بالبرمجيه 7. واي الاكس اقل من 10 نعم سي اوت اكس ادخل اطبع لي اكس فبيطبع لي الاكس 7. طيب مش عارف ليش حاس ايوه هاي حكيت لكم عنها نعم هاي اللي تركت موجوده 7 بدي اطلع السبعه اقل من 10 نعم اطبع 7 بدي اطلع 7 7 7 انفينيتلي بضل يطبع للمال النهائي 7 وتعلق البرمجيه
تمام بيعطي هذا غالبا رن تايم ايرور. نعم زي ما حكيت هيته بيعطي رن تايم ايرور. يعني اذا سالته عن نوع الايرور هون رن تايم ايرور كثير اول دوينز، وقلنا حلها هاي بعدل على ايش؟ على قيمه الاكس بزيتها. طيب another example of infinite loop try to solve it. نجرب نحله. integer x يساوي 13 while x اقل من 20. حلو حلو. هسه انا عندي بلش الـ x كم 13 بحكي لي طالما الـ x اقل من 20 ادخل اطبع لي هاي. بعد ما تطبع لي هاي شو اعمل؟ نقص قيمة الـ x مقدار 2 هاي مساوي لجملة x تساوي x minus 2 وبتصير هاي 2 وبتصير هاي ايش 11. بعد ما يطرح 2 بتصير 11 بيرجع ايش؟ هل الـ 11 اقل من 20؟ نعم بيطبع هاي. بس انا فعليا قاعد بصير عندي تغيير على قيمة الـ x ولكن التغيير هذا راح يضل لما لا نهاية السالب، يعني راح يضل يتناقص هيوصل صفر مثلا، مش حيوصل صفر حيوصل سالب 1، والسالب 1 اقل من 20 تمام؟ بعدين سالب 3 اقل من 20 والسالب 5 اقل من 20 الى سالب ما لا نهاية بضل اقل من 20 فبضل انفينيتلي يطبع هاي لما لا نهاية endless loop. اوكي؟ طيب يعني قلنا مش شرط انه بس اغير، مش انه لازم بس اغير الشرط، لا لازم اغير شرط بطريقه منطقيه بحيث انه خلص يوصل لمكان معين يطلع لي او يكسر لي اللوب. طيب example write C++ program to print all the even numbers between 0 and 100. نروح نسويه احنا. يطبع لي ايش؟ الارقام من 0 ل 100 والايفن. اوكي انتجر اكس تساوي 0 اقل من او تساوي 100 مشان يطبع لي ال 100 من ضمنهم. باجي بحكي له اف اكس ايكوال عفوا باخذ قسمتها على 2 ايكوال لل 0 هاي طريقه الايفن. شو اعمل؟ سي اوت اكس اطبع لي الرقم نمبر اند لاين. صح هيك؟ هسه اذا انه مش ايفن ما تطبع خلص نفذ العمليه. اوكي اعطاني ايرور. ليش؟ شو شايفين قاعد بزيد لما لا نهايه؟ اللي بصير انه انا مش قاعد بزيد على قيمه الاكس. باجي بحكي له اكس بلس بلس او باجي بحكي له طبعا هاي الكومنت مش عارفين تتنفذ، او باجي بحكي له اكس او باجي بحكي له بلس بلس اكس. تمام هاي طريقه. في طريقه ثانيه اني ارجع احكي له اكس تساوي اكس زائد 1، وبقدر اجي احكي له كمان طريقه يعني لهذول كلهم لو شفتوهم صح بلس ايكوال 1. هذول هاي وهذول الطرق كلياتهم بيؤدوا لزياده 1. هذول مش حيتنفذ لهم كومنت بس خليهم قدامكم. ننفذ البرمجيه. شوف طبعا لي هياته 0 2 4 6 8 10 الى 100 الاعداد الزوجيه فقط. طبعا غالبا حيكون في شيء ايفن اود تمام خلص سويته. هاي البرمجيه نفسها هو كتبها. Very important notes with examples. انتجر اكس يساوي 0 وايل اكس اقل من 10 سي اوت اكس. حلو حلو هذا السؤال حلو. انتجر اكس يساوي 0 وايل اكس اقل من 10 شو تعمل؟ سي اوت اكس واند لاين. وهسه ايش تعمل لي؟ اكس بلس بلس. البرمجيه هاي راح تعطيني رن تايم ايرور. ليش؟ لانه هاي شايف بتغير يطبع لي صفار 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 صفار. ليش؟ لانه هو علق جمله الوايل. هاي جمله الوايل الاكس بلس بلس مش مشمول مع جمله الوايل. لحتى اشملها لازم استعمل الاقواس المجعده لحتى تكون من ضمنها تمام؟ بس بنفذ طبيعي من 0 لل 10 وبس بيطبع لي 9 بدون ما يطبع لي 10. شايفين؟ ليش؟ لانه انا ما حطيتش شاف مستواه عند ال 10. فنرجع لهون. انتجر اكس يساوي 20 وايل اكس اقل من 100 سي اوت اكس اكس بلس بلس. طيب السؤال هذا حلو. بيجي بحكي لي انتجر اكس يساوي 20 طالما الاكس اقل من 100. هاي الحاله شو لازم نعطيها؟ خلينا نجربه. غالبا راح يلاقي جمله الوايل ولكن ما في شرط، يعني راح يضل على قدام جمله الوايل. وايل مثلا اكس اقل من 10 طبعا مش حعدل، واعطاني فاصل من خطه ورا الوايل مباشره،
يعني أنا انتهت جملتي عندي. وأعطاني هنا see out x end line و x plus plus و end line 5. تمام. غالبا راح يظل علقان بالشاشة هاي. مش حيعمل إشي خلاص، حيظل هيك كرسي. المؤشر راح يظل هيك، مش حتقدر تعمل إشي البرمجية على الفاضي. تمام، راح يعلق جملة الوايل، ما في شيء طلع منها. طيب طبعا دائما انتبهوا للفواصل من قطر نهاية الجمل، هذول الحين ما كنتوا متوقعينهم او غاضين بصر عنهم، بيجيبوا فيهم خدعة كثير صراحة، مثلا جملة الاف مرات بيكونوا حاطينها بالنهاية. طيب راح يكون في امثلة زيادة، لكن بالنهاية حلوهن كثير، امثلته حلوة صراحة، وراح تلاقي اسئلة سنوات برضه بالنهاية برضه حلوهم كثير حلوات سنوات. وزي ما قلت لكم انتبهوا على التركات اللي فيهم. طيب جملة الدو وايل، حلو جملة الدو وايل شو بتختلف عن الوايل؟ جملة الدو وايل كتابتها كالتالي: دو، نفتح الأقواس هذول، بالنهاية الشرط راح يكون ما بعد هاي وايل، الشرط الكونديشن اللي بدي اياه كنت. اوكي هون الجمل الستيتمنتس اللي بدي اياهم، هيك طريقتها: دو، الستيتمنتس هون، بالنهاية الوايل. فاصل مفوتة؟ نعم فاصل مفوتة، لازم تنهي الجملة فاصل مفوتة. نستعمل الشرط مثلا، نفرض انه x اقل من 10، اقل من 10 شو تعمل؟ see out هاي end line، نشوفكم مرة يطبعها، ونعمل جملة الـ increment الزيادة اللي هي x بلس بلس، عارف نستعملها اريح شيء x بلس بلس. نفذ البرمجية نشوف شو بيطبع. طيب طبعا لي مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. حلو، لما استعملنا الجملة هاي نفسها، الشرط هذا نفسه، جملة الوايل طبع لي إياها تسع مرات، هون ليش طبع لي إياها عشرة؟ هون بيعمل بالأول بعديها بتحقق من الشرط، يعني أنا اللي بيصير عندي هون في مسخ الشرط مثلا خمسة عشان تكون أسهل الكتابة لنا، راح يطبع ليها خمس مرات، مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة. تمام، لو استعملنا جملة الوايل بيطبع لي اياها ايش؟ اربع مرات. ولكن اللي صار عندي هون كالتالي: اكس عندي 0 بلشت، دخل على الجملة سي اوت هاي مباشرة، سي اوت هاي بيطبع لي هاي، بعديها اعمل اكس بلس بلس، الواحد اقل من خمسة نعم بيطبع رد ايش؟ ادخل من جديد بيطبع هاي، اكس بلس بلس اثنين، اثنين اقل من خمسة ارجع ادخل هاي، هاي ثالث مرة بزيد، يعني بينفذ بعديها بزيد. طيب بعدها ايش؟ هسه صرنا ثلاث، ثلاث اقل من خمسه نعم ارجع ادخل اطبع هاي، زيد لي اياها اعمل اياها اربعه، اربعه اقل من خمسه نعم اطبع لي هاي، وزيد هسه خمسه، هسه لما زاد برجع اتحقق خمسه اقل من خمسه لا فبيطلع، فاما هو خلص طبع الخمسه هذول طلع بعديها. تمام، هذا اللي صار معي بجمله الدو وايل، قلنا بنفذ اول مره بعدها بتحقق من الشرط، يعني بنفذ بعديها بتحقق، اما هناك كانوا يتحققوا بعدين ينفذوا جمله الفور وجمله الوايل لوحدها. طيب كمل. طيب الشروط نفسها نفسها صراحه، نفس الـ نفس الـ يعني عليها شرح كثير، بخلف الشرح كثير عن جمله الوايل. تمام، خلص نفس الشرط: دو اكس بلس بلس، وايل اكس اقل من ثلاث. طبعا انتم بالامثله راح تحلوا اكثر. طيب ناخذ الحين هذا المثال، حل المثال حلينا هسه، بس كنا حاطين خمسه احنا بدل الاكس، ما فرق شيء عنه. تمام، خلاص بس هاي فكره الدو وايل. اكثر شيء راح تستعملوا الوايل والفور لوب، الدو وايل هاي مش حتستعملوها، الدو وايل يا دوب يا دوب تستعملوها، الفور لوب اكثر شيء بتستعملوها صراحه، وهي اريح شيء بيناتهم. واضحه الجمله؟ سهله وواضحه. طيب نرجع لعند ايش؟ جمله الفور. جمله الفور نشرح جمله الفور. جمله الفور كيف استعمالها؟ تيجي تحكي له فور، حلو هسه في عندي انا ايش؟ اكثر من شيء هون. لا بدنا نشوف الدنيا، اعطيني قلم اريح. فور تمام، عندي ايش؟ نفتح اقواس بعديها. هون في عندي ثلاث حدود، اوكي؟ عندي ثلاث حدود مفصولات بفاصلة منقوطة. ثلاث حدود مفصولات بفاصلة منقوطة. الحد الأول هو حد أنا بعرف فيه انتجر بدي إياه مثلا أو قيمة معينة. مثلا بالعاده احنا بنعرف انتجر اي نعطيه قيمه زيرو عاده. تمام، نقدر نغيرها، نقدر تقدر تستثنيها كامل ما تستعملهوش. تمام، هات تقدر ما تستعملهوش، او غالبا كلياتهم تقدر ما تستعملهمش صراحه.
لا ما عاد عندي الشرط، ما عاد عندي هون. باجي بحكي له الشرط انا ايش، مثلا اي اقل من 10، اوكي اي اقل من 10 هذا الشرط كان عندي. الشطر الثالث من جملة الفور بيكون جملة زيادة أو increment أو decrement، النقصان زيادة أو نقصان، يعني إما بستعمل مثلا i plus plus أو مثلا i minus minus. ما مش متأكد إذا بقدر أستعمل i تساوي i زائد واحد، بس متأكد منها بالبرمجية وبنشوف. تمام، وهذا الحد يمكن الاستغناء عنه. تمام، ليش؟ لانه ممكن استعمله جوا جمله الفور. هسه راح نشوف امثله على هذا الشيء. الشرط ليش الوحيد بقدر استغني عنه جمله الشرط. حلو؟ الشرط ما بقدر استغني عنه. فنكتب جمله فور طباعه من 0 ل 10 فور انتجر اي ايكوال 0 اي اقل من او تساوي 10 اي بلس بلس. نستعمل هنا شوي. طيب الطباعة شو تحكي لي؟ سي اوت اي ان ال. خلص انا هذا اللي بدي اياه. بننفذ من الزيرو طبعا الى 10. ليش؟ لان انا حاط شرط مساواة. هون قلنا بالاول بتحقق من الشرط بعدين بنفذ. طيب اللي صار كالتالي، نحكي لكم كيف تشتغل جملة الفور. جملة الفور تشتغل كالتالي، بتبلش انا عندي قيمه باخذ قيمه الرقم، مش شرط اكون حاطه هون، يمكن رقم ثاني عادي، بس هسه افرجيكم. بس هسه نمشي على المثال. انت جاي تساوي 0 بحكي له اي 0. تمام، بدخل مباشره للداخل. لا ثواني، بدخل للداخل مباشره ولا لا؟ اسف اكد لكم. نعم نعم بيدخل للداخل مباشره. تمام، بياخذ القيمه وبيدخل مباشره لجوا، بيطبع لي ايش؟ الزيرو. شو بعديها بيطلع؟ بيطلع بعد ما ينفذ العمليه بيطلع لوين؟ بوجهه على الانكريمنت. تمام، يعني العمليه بتبلش كالتالي، بتبلش من هذا المكان، بدخل انا على الجمله مباشره، على جمله الفور بالداخل مباشره. بعد ما اخلص من هون لما اجي اطلع بروح على الانكريمنت او الديكريمنت اذا كانت موجوده طبعا، بنفذها. هي واحد، اوكي نفرض هذا كان 5، اعطينا 5 مشان نخلص حل اسرع. زيرو صارت 1، تحقق من الشرط. هل الاي الواحد اقل من 5؟ نعم. روح اطبع لي ايش؟ 1. اطلع لعند جمله الزياده تصير 2، بعديها بعد جمله الزياده على جمله الشرط 2 اقل من 5. نعم ادخل. تمام، هاي طبعا بشوفها لاول مره وخلص. سي اوت بيدخل بيطبع 2، بيطلع على الزياده بيزيد 3، بيرجع يدخل طبعا بحقق على الشرط بعديها بيرجع بيدخل 3، بيطلع بيزيد 4. تمام، بيطلع بيزيد ال 4، بتحقق ال 4 اقل من او تساوي 5. نعم ادخل اطبع لي ال 4. بعدها بيرجع بيزيد بتصير 5، تحقق من شرط الآية أقل من 5 أو تساويها. نعم روح اطبع لي إياها. ارجع على جملة الزيادة زيد 6، صارت 6 أقل من تساوي 5. لا تطلع خلص اطبع لي لحد هون. تمام، احنا طبعا لحد 10 لأن كنا حاطين 10، ولكن لو خففنا 5 تصير هيك. طيب إذا إنه ما كانش واضح هون الشرح، هسا بناخذ أمثلة وبنبين فيهم. تمام، يمكن أقسم الفيديو هذا أصلا إذا صار طويل، يمكن أقسمه على فيديو ثاني. نرجع للدراسية. طيب شوف المثال هذا، انتجر x تساوي 0، اوكي x تساوي 0، x اقل من 3 x بلس بلس سي اوت x. طبعا ما فيش يعني في ذات اقواس جملة واحدة كلياتها، ولكن اقواس عفوا. انتجر x تساوي 0، قلنا احنا ايش كيف تتم العملية؟ بياخذ القيمة من هون، ببلش بهذا المكان، اخذنا قيمه الاكس 0. حلو، ادخل مباشره على البرمجيه اطبع لي الاكس، بطبع قديش؟ 0. هاي شاشه مخرجه بطبع لي 0 اكس. اطلع وين بعدين؟ على جمله الزياده 1، الواحد اقل من الثلاث. نعم اطبع لي ايش؟ 1. ارجع زيد 2،
الاثنين اقل من الثلاث نعم اطلع لي اياها ارجع زيد تمام بيخلص من هون بيرجع بزيد ثلاث ثلاث اقل من الثلاث لا ما بيرجع بدفع برمجية خلص بيطلع لي 0 1 2 نشوف ايش طبع لي طيب الشرط طبعا هو مش حاطه في الناتج اوكي الزيرو اقل من ثلاث طيب اذا وانفذ مداخل الفور فاطبع صفر بعدها ارجع الاكس بلس بلس بتزيدها واحد نشوف واحد بيطبع الواحد اقل من ثلاث نعم بدخل وبطبعها بعدها الاثنين بطبع زي ما قلت لك خلص زيرو واحد اثنين الناتج نتأكد منها هون هي كانت هاي أقل من ثلاث سي أوت نفس الناتج بس بدل الاي بي اكس ننفذ لازم يطبع لي 0 1 2 يطبع لي 0 1 2 نعم طيب هذا المثال نفس الشيء بطبع لي هاي هاي نفس المثال اللي فوق بالضبط نفسه نفس نفسه ولا فرق اي شيء عنه بطبع 0 1 2 بعد ما يخلص بطبع الواحد بطبع الاي عفوا بطبع 0 1 2 بعدين بطبع الاي ما فرق شيء عن الفوق طيب طبعا زي الواي لازم تحط لها اقواس لحتى تنشر المعجون في الفوق حلو هاي النقطة اللي حكينا عنها انه الفاصلة المنقوطة طلع ان هاي الفاصلة المنقوطة هون انا هون ما بعلق باللوب تمام المفروض اني ما اعلق باللوب هون بطلع من اللوب بطبع اكس ننفذها نشوف ايش بصير تمام ننفذ هاي العملية هون لانه في جملة الزيادة جاية مع جملة الفور فبضل يزيد بتحقق شرخص بيزيد بعديها بيطلع من جملة الفور بيطبع لي ايش الاكس راح تكون قيمتها ثلاثة غالبا فلو حكينا عندي امسح الكلمات اصلا 4 integer x equal 0 x اقل من 3 x بلس بلس وهي هون سي اوت x اند لاين ونفذ راح يطبع لي غالبا الثلاثه وحده ايش اللي صار؟ اوكي اعطاني ايرور بالاساس طيب اعطاني ايرور ليش؟ لانه انا معرف هاي شغله تاخذوها لقدام بدناش نحكي عن الايرور هذا هسه بنحكي عنه بعدين الانتجر اكس خلي لي اياها هون هاي شغله ايش بتصير سكوب انه هسه انا مش شايف الاكس غير جمله الفور لانه تعرفت جوا جمله الفور وماتت جوا جمله الفور الاكس بس هذا موضوع لبعدين اما هون لما اعرفها الاكس فوق الكل شايفها بيكون حتى جمله السي اوت فراح يطبع لي ثلاث ويطلع يطبع ثلاث ويطلع طيب بريك كونتينيو ايش هذول الامثله اوكي ناخذ البريك والكونتينيو البريك والكونتينيو شو وظيفتهم من اسمائهم بريك يعني اقطع لي الجمله اللي انت فيها اقطع الجمله اللي انت فيها كونتينيو ارجع كمل الجمله اللي انت فيها ولكن ارجع من عند الشرط مباشره حقق من فوق طيب كيف يعني كالتالي هاي مثال انتجر اكس يساوي 0 واي الاكس اقل من 5 يتحقق اوكي انا عندي الاكس 0 اكس اقل من 5 نعم اكس تساوي 2 لا ما تعمل بريك هذول سوا قلنا تمام وهذول التكمله من المثل سي اوت اكس يطبع لي 0 اكس بلس بلس بتصير 1 1 اقل من 5 نعم اكس 1 تساوي 2 لا يطبع لي 1 بلس بلس 2 2 اقل من 5 بيرجع بيدخل 2 تساوي 2 نعم اعمل بريك خلص اقطع جمله الدوران كلياتها حلو يعني اطلع منها خلص ولا كانك تشوفها بيطلع الناتج 0 1 على الشاشه بس هي الاوت بيطلع 0 1 تمام طيب هاي راح تطلع 10 نعم جمله البريك هون شو اللي بصير ارقام طويله صراحه بس نحلهم اي تساوي 0 اوكي اي هسه قلنا بعد ما يسوي هون بدخل مباشره الاي يكون 10 هذول سوا ما تعمل بريك اطبع لي ايش اي 0 بعديها بضل يطبع 1 2 3 4 5 6 7 8
لحد التسعة جول. جول كانت قيمة الآي مثلا تسعة على سبيل المثال، مسح لي هاي قيمة الآي صارت تسعة، ادخل على شرط الآي أقل من التسعة أقل من 50 نعم، التسعة أقل من 10 لا، تعمل شبريك كمل اطبع لي تسعة هيك بطبع لي تسعة، ارجع زيد عشرة، عشرة أقل من 50 نعم، العشرة أقل من 10 لا، اطبع لي عشرة، بتصير بعديها 11، 11 أقل من 50 نعم، ادخل ال 11 أقل من 10 نعم بريك خلص انهي الجملة، فبطبع لي من الزيرو للعشرة تمام؟ هي طبع لي من الزيرو للعشرة. طيب نشوف هاي انتجر x تساوي واحد، انتجر x تساوي واحد، هاي ال x وهي ال واحد، دو اعمل نفذ التالي، هذول سوا خلي لي اياهم، اف اكس باق قسمتها على 5 تساوي 0 لا، 1 باق قسمتها على 5 1 لانه 1 اقل من 5، فاعمل لي ايش بلس بلس تصير 2، سي اوت اكس بيطبع لي 2 على الشاشه، هاي 2 اوكي. طبعا الشرطه اكس اقل او تساوي 100 مش حنوصله ابدا، قاعدين نزيد وحدات احنا، فمش حد مش راح اضل اشيك عليه خلص. ارجع لجمله الواي، 2 باق قسمتها على 5 2 ما تعمل بريك، بلس زيد هتصير ثلاث واطبعها هي ثلاث، ارجع ادخل ثلاث بزيدها بتصير أربعة بيطبع لي أربعة تمام، جملة البلس بلس جاية قبل السي اوت فبيطلع بصير أربعة، ارجع ادخل قلنا صارت أربعة طبعناها نرجع ندخل تمام، بعد ما رجعنا دخلنا أربعة بقسمتها خمسة أربعة ما تعمل بريك، زيد قيمتها واطبعها خمسة، ارجع ادخل 5 باقس متاع 5 0 نعم خلص ما تعملش شيء بريك وقف خلص وقف شغلك ما بكمل اقرا هذول لا خلص بريك وقف. اذا الناتج 2 3 4 5 الناتج 2 3 4 5 هي تحتينا هاي الناتج. طيب هذول حلوهم خلص انتم. اذا في نوتس خلينا بس اشرحهم او اشياء مهمه. اوكي يو ماست تراي ذا فريم كود يور سيلف، جربوه بايديكم طبعا يور سيلف. وإذا ما فهمتوش ابعثوا على الجروب شوفوهم. طبعا إذا حدا بحب بحضر الفيديوهات. وهذول الأمثلة كملوهم أنتم برضه. وين هذول كلهم؟ هذول مهمات صراحة، هذول أنا كنت أدرس على السلايدات مش على الدوسية درست، أنا بوقتها درست على السلايدات لما نزلت مادة. وبس حليت الأمثلة من عند أويس. صراحة أمثلته كويسات وشرحات كثير بالمادة وافيات. شلون أمثلة إيش؟ أكمل فراغ أعتقد نعم. هذول أكمل فراغ. شلون سنوات لتحت حيكون؟ هاي الاجابات هون. اذا في اسئله من غير اجابات تكون اجابتها تحت اخر شيء. في اسئله سنوات خابر حاطهم. هذول الاسئله من غير اجابات، اجاباتهم تحت. هذول اكزامبلز ولا اسئله قديمه؟ طيب. questions and last year's exams، هذول الاسئله من قديمه سنوات. حلوهم انتم شوفوا ايش بصير معكم، واذا ما عرفتوا شيء منهم بعثوه على الجروب. وان شاء الله هيك الوضع تمام، خلصنا ماده الفيرست. بنبلش ان شاء الله ماده السكند عن قريب بس تتمكنوا ماده الفيرست. ويعطيكم العافيه جميعا.